اهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم انا وهي والنجوم. لو اول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعار بالفيديو الجديد. نحن على وشك استقبال عام 2020، نتمنى ان يكون عام سعيدا للجميع، ولكن هناك ابراج محظوظة في الحب. فمن هي الأبراج الأكثر حظا في الحب لعام 2020 وهل برجك ينتمي إليها؟ 5 أبراج ستتربع على عرش الحظوظ على الصعيد العاطفي في عام 2020، وهذا بالطبع لا يعني أن الأبراج الأخرى لن يحالفها الحظ هذا العام، ولكن هذه الأبراج ستكون الأكثر حظا في الحب عن سواها. فمن هي الأبراج الأكثر حظا في الحب للعام 2020؟ في هذا الفيديو سنطلعك عليها، تابعونا. على رأس الأبراج برج الأسد. سوف ينعم مواليد برج الأسد بالرومانسية والمشاعر العاطفية الجياشة في عام 2020، وكذلك سيعيشون الاستقرار العاطفي. أما بالنسبة لمولود برج الأسد الأعزب فإن هذا العام يعده بلقاء شريك حياته وسيتوج علاقته بزواج. افرح أيها الأسد، أنت على موعد لتلقي الكثير من المفاجآت السارة على الصعيد العاطفي لهذا العام. بعض مواليد برج الأسد سيشهدون انقلابا جذريا على الصعيد العاطفي، وسوف يعيشون السعادة في بداية عام 2020. ثانيا برج العذراء. كان عام 2019 عاما جيدا بالنسبة لمواليد برج العذراء، لا سيما على المستوى العاطفي. ومع ذلك فإن عام 2020 سيكون عام الحظوظ بامتياز، إذ ستحمل الكواكب لبرج العذراء العديد من المفاجآت السارة فيما يتعلق بعلاقاته مع الشريك، وسوف يجد مولود العذراء المنخرط في علاقة طويلة الأجل طرقا جديدة لتتويج علاقته بالارتباط الجدي والعيش باستقرار. أما مولود برج العذراء الأعزب سوف يعرف الحب من النظرة الأولى، وسيعيش أوقاتا رومانسية لا طالما حلم بها. افرح أيها العذراء، هذا العام سيكون عاما رومانسيا بامتياز، وسيكون من أجمل الأعوام التي ستشهدها على الصعيد العاطفي بدءا من مارس 2020 وإلى نهاية عام 2020. المشترى سيكون في الساحة في برجك، حيث ينمي روح المغامرة ويعزز ثقتك بنفسك، وتلتقي الذبذبات الإيجابية والثقة من نفسك. ويشير هذا الشهر إلى الوقوع في الحب، فتكثر العلاقات العاطفية ولكنك ستكون متحفظا في اختيارك. أما في مارس 2020 كوكب الزحل يدخل برجك، فيجلب الصعوبات والعقبات، ولكنه يريحك على الصعيد العاطفي والزوجي والعلاقات الشخصية. ثالثا برج العقرب. سيتمتع برج العقرب أيضا بالحظوظ في العام 2020، سيشهد فرصا جيدة لإيجاد شريك حياته وبناء علاقة متناغمة وطويلة الأجل. بالنسبة للعقرب الأعزب يبدو أن الحب في الهواء منذ بداية العام، سواء كنا نتحدث عن شرارة قديمة تعود إلى الحياة أو عن مقابلة شخص جديد تماما. أن الأوان لتنطلق أيها العقرب إلى تحقيق حلمك على الصعيد العاطفي. سوف يكون عام 2020 من أجمل الأعوام التي شاهدتها في حياتك، حيث تكون الأنشطة كثيرة في هذا العام، وسفريات وتنقلات حتى وإن كانت مؤقتة. ستعيش أيها العقرب عاما رومانسيا مميزا في هذا العام.
برج القوس 2020. حان الوقت أيها القوس لتتنفس الصدى. أخيرا ستحقق ما كنت تصبو إليه من أحلام وأهداف. إن المعروف الأكبر الذي سيقدمه لك المشترى هو إبطال مفعول كوكب زحل من خلال إزالة جميع العراقيل والصعوبات التي واجهتك. ستكون أيها القوس معفي من تأثيرات كوكب زحل التي أهلكت قواك في السنوات السابقة، وتتخلص من جميع العقوبات والصعوبات التي عانيت منها على الصعيد العاطفي. فاستعد أيها القوس لتعيش فترة رائعة ومميزة للغاية في حياتك العاطفية. ستعيش أجواء هادئة جدا وغاية في الرومانسية مع شريك حياتك. بعدما شهدت الكثير من الأزمات العاطفية استمرت لسنوات طويلة، افرح أيها القوس، أنت بصدد تحقيق حلمك الشخصي وتعزيز علاقاتك العاطفية مع الشريك. برج الحوت في عام 2020. إن عام 2020 سيكون من أجمل الأعوام التي سيعيشها مواليد برج الحوت. ففي هذا العام ستعود أيها الحوت إلى القمة بعدما كنت في المقاعد الخلفية على جميع الأصعدة. والمفاجأة الأكثر تميزا ستكون على الصعيد العائلي والمقربين. وابتداء من نصف العام 2020 سوف تتبلور الأمور العاطفية نحو الأفضل. في يونيو ستتاح الفرص أمام مواليد الحوت لتعزيز علاقاتهم العاطفية أو البدء بعلاقة جديدة واعدة. هذا هو العام المناسب لمواليد الحوت الذين يعيشون علاقة حب جدية لتتويجها بزواج. نتمنى لكم عاما سعيدا بإذن الله. وإليكم توقعات ماجي فرح لأبراج على الصعيد المهني لشهر نوفمبر 2019. برج الحمل. ستكون أيها الحمل في هذا الشهر على موعد مع الحظ، فتشهد في كل أسبوع مفاجأة مهنية سارة، وتسيطر على الأوضاع وتنفتح على أمور جديدة وتشهد انتشارا كبيرا لعملك. قد توقع على عقد مذهل بين 25 و28 من الشهر. برج الثور. تعدك الأفلاك بظروف مميزة. استحصل في هذا الشهر على عائد مادي كبير يجعلك تفكر في مشاريع واستثمارات جديدة في الداخل والخارج لتحقق عوائد كبيرة. تتمتع بالحيوية الكاملة وتختبر مجالات جديدة نظرا إلى حماساتك وتفاؤلك الشديدين. برج الجوزاء. تمنحك الأفلاك أيها الجوزاء شهرا استثنائيا من التغيرات والمفاجآت. استشهد تحسنا كبيرا في الأوضاع والأحوال كافة، وتزول العقبات المادية من طريقك، فتكثر الأعمال والمهمات وتكون على طريق الثروة. قد تشهد في نهاية الشهر تطورا في عملك بشكل ملحوظ يمنحك سعادة وراحة نفسية. برج السرطان. تتمتع بطاقة كبيرة في هذا الشهر فتكون إمكانياتك عالية. قد تنجح في المشاريع والأبحاث التي تقدم عليها. هذا الشهر يعدك أيها السرطان بالحظوظ والتغيرات الإيجابية على الصعيدين المهني والمادي. برج الأسد. يفاجئك الحظ أيها الأسد في هذا الشهر بين الحين والآخر، فيساعدك في تنفيذ طموحاتك ورغباتك المادية، وتتوصل إلى الاستقرار المالي الذي طالما حلمت به. مختتما الفترة الرمادية والأوقات الصعبة التي مررت بها، في الفترة بين 26 و28 عليك بتنظيم نفسك والاستفادة من بعض الظروف والتغيرات. فقد تطرأ أمور تناسب مشروعا جديدا لك أو تحصل على معطيات مفيدة جدا. وبين 10 و12 ستشهد فترة جيدة
ووعد لك أيها الأسد على مختلف الجبهات، وعليك أن تستفيد من فرص مواتية قد تطرأ. برج العذراء، تؤثر حالة من الفوضى وعدم الاستقرار على الأداء العملي لمولود برج العذراء مع بداية شهر نوفمبر، ولكن سرعان ما ستدرك الأمر أيها العذراء وتعيد ترتيب أوضاعك ومهامك كعادتك. تذكر دوما أن الصبر مفتاحك لتحقيق ما تصبو إليه. برج الميزان، سيعيش مولود الميزان على الصعيد العاطفي أجواء مستقرة، ولا تعده الأفلاك بالتغيير الجذري، وستكون الأمور روتينية لا تحزن. اعتبر هذه الفترة أشبه بفترة راحة مستحقة. برج العقرب، يقف الحظ معك أيها العقرب في هذا الشهر، إذ ينتظرك تغيير إيجابي كبير في عملك، وسيزودك حدسك القوي لأخذ قرارات هامة، وسيلهمك الحذر من التهور، وستقوم بلقاءات هامة على الصعيد العملي. فالفرص المهنية الجيدة والجديدة أمامك أيها العقرب، ولكن لا تستعجل الأمور. برج القوس، تفتح أمامك أيها القوس أبواب الإبداع، وقد تتخذ قرارا هاما بمنتصف الشهر، فيزيد دخلك المادي ويجعلك على طريق الثراء. مع نهاية الشهر تنال ثمرة جهدك وتحصل على أرباح مادية تدعم مشاريعك المستقبلية وتخفف الأعباء المالية التي تعرضت لها. برج الجدي، مع نهاية الشهر سيعود الجدي إلى طاقته المعتادة، إذ سيستطيع خلال هذا الشهر التخلص من الشعور بالإحباط والطاقة السلبية التي رافقته طيلة الشهور الماضية، وسينظر إلى الأمور بشكل أكثر إيجابية ويخطط جيدا للمستقبل. برج الدلو، قد تفكر بتغيير عملك أو اتجاهاتك خلال الفترة المقبلة، وقد تتخذ خطوات حاسمة في منتصف الشهر، ويكثر نشاطك في مجال العمل والتفكير في وضع الحلول للأمور والمستجدات الضاغطة كي تحقق الأهداف التي تطمح إليها. برج الحوت، قد يواجهك في منتصف الشهر أيها الحوت أمرا ماليا يشعرك بضعف عابر وإحباط، ولكنه لن يؤثر على عزيمتك، وستتجاوزه بعد أيام قليلة بفضل إرادتك القوية. كما تتحسن ظروفك المادية في نهاية الشهر بعد أن تبدأ بمشروع صغير مع أحد الأصدقاء. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايكات كتير على الفيديو، وياريت تدعموني بكومنت.